السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي فضلتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. من فضلك يا سيدنا، كنت بسأل عن الجمع في النوايا في الصيام، فهل يجوز الجمع بين نية صيام داوود وصيام الكفارات لو عليها كفارة يمين؟ لا، ستحسب واحدة فقط. عفوا. زي شهر رمضان. عفوا يا حبيبي. فضل. لازم تحدد النية. نيتك ماذا؟ نيتك قضاء ما عليك، خلاص تنوي الفريضة. لا يصلح أن تقول أصوم الثلاث أيام، هي الفريضة وهي نافلة، لا يصلح. لا يصلح أن تقول أصلي ركعتين، هما سنة الصبح والصبح. أيوة. شكرا.